السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم اليوم عن أهم طرق التشخيص للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. طبعا طرق التشخيص مختلفة، وطرق التشخيص تختلف في دقتها وفي حسب الأعراض اللي عم يشكي منها المريض. أهم طريقة تشخيص حقيقة، وما زال رغم التقدم الكبير في طرق التشخيص، هو القصة السريرية أو الأعراض التي يذكرها المريض. فكما تكلمنا في حلقات أخرى، ليست كل أعراض هي أعراض قلبية، وليس كل مريض يجب أن يعامل بنفس معاملة المريض الآخر. المريض اللي عنده عوامل خطورة كثيرة يجب أن يعامل بغير المريض الغير مصاب بعوامل خطورة ثانية. الأمر الآخر، الأعراض أو الآلام أو الصفات التي يشرحها لنا المريض حول مرضه كثير مهمة. فالمريض الذي مصاب بالضغط والسكري ومدخن وعنده ألم صدري ضاغط، غير المريض الشاب الرياضي الذي يأتينا بعرض ألام تشنجية عابرة. ف70% من تشخيص أمراض القلب الأوعية الدموية تأتي عن طريق القصة السريرية، سواء أمراض القلب الإكليلية أو المحيطية. الطريقة الثانية للتشخيص طبعا هو فحص المريض، فحص المريض السريري، سواء عن طريق أخذ توتر الشرياني، عن طريق السماعة، عن طريق جس النبض في الأطراف، عن طريق إصغاء القلب وما هنالك. المرحلة الثالثة هي تخطيط القلب الكهربائي. طبعا تخطيط القلب الكهربائي كان وما زال من أهم طرق تشخيص الأمراض القلبية، خاصة الأمراض المتعلقة في الإصابات الحادة، اضطرابات نظم القلب وما هنالك. لكن وجود تخطيط قلب سليم لا يعني بالمطلق أنه المريض ليس مصابا بأمراض القلب. قد يأتينا مريض وفي مرحلة احتشاء عضلة قلبية وتخطيط القلب طبيعي. لذلك مصداقية تخطيط القلب يجب أن تربط في الأعراض التي يشكو منها المريض وبعوامل الخطورة. المرحلة الرابعة هي الإيكو دوبلر أو تصوير القلب بالأمواج فوق الصوتية. طبعا الإيكو دوبلر مهم جدا، لأنه سيجعلنا نعرف وظيفة القلب، حجم القلب، أداء العضلة القلبية، صمامات العضلة القلبية والدسامات، جريان الدم، هل هناك مشاكل في الدسامات، هل هناك نقص حركية في جدور القلب وما هنالك. طبعا هي عوامل التشخيص المبدئية. قد نجري كل هذه الوسائل التشخيصية وقد نستجوب المريض، ولكننا نستطيع أن نتخذ قرار. فهناك يجب أن ننتقل إلى مراحل أخرى. أهم هذه المراحل هو اختبار الجهد. طبعا أهم شيء اختبار الجهد أن يكون المريض في مرحلة مرض حاد، لأنه مريض جاينا في احتشاء عضلة قلبية ونعمل له اختبار جهد قد تعرض حياته للخطر. اختبار الجهد هو الغاية منه هو فحص القلب وهو في مرحلة جهد وهو في مرحلة فعالية كبيرة، لأنه في كثير من أمراض نقص التروية لا تظهر معنا على مرحلة الراحة، خاصة عند الشباب. لذلك يجب أن نجريها بعد اختبار الجهد. هلا في حال أجرينا تخطيط القلب والإيكو دوبلر واختبار الجهد وما زال عندنا شك، يجب أن ننتقل إلى المرحلة التشخيصية الأخيرة وهي الأهم، وهي تصوير شرايين القلب الظليل أو ما يطلق عليه بالقسطرة أو الأنجيو أنجيوغرافي. طبعا القسطرة في حال طلع عندنا اختبار جهد إيجابي يجب إجراء القسطرة، لأنه اختبار الجهد يعطينا أن هناك إصابة لكن لا يعطينا مدى حجم هذه الإصابة وأين هذه الإصابة. لكن يبقى الفحص اليقيني الوحيد للإصابة بشرايين العضلة القلبية والشرايين المحيطية هو تصوير شرايين الظليل أو ما يطلق عليه بالقسطرة. والقسطرة سنتكلم عنها في حلقة خاصة. إجراء آمن وسهل ولا خيف، كما كثير من الناس للأسف عندهم فكرة خاطئة حول القسطرة وتداعياتها. إذا نرجع ونكرر، طبعا هناك وسائل تشخيصية أخرى حديثة ك MRI كارديو القلب، المالتي سلايد CT مالتي سلايد، تصوير الشرايين في الطبق المحوري والرنين المغناطيسي، وكلها تحمل حسب الجهاز وحسب الطبيب الذي يقرأ نتائج هذا الجهاز مصداقية معينة. لكن من ناحية الإصابة بشرايين القلب، من ناحية الإصابة بالأوعية الدموية، يبقى القول الفاصل أو اليقيني الأكبر هو تصوير الشرايين الظليل بالقسطرة القلبية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.